الواضح ان كولر خلاص بقت عنده التشكيله الاساسيه في الخط الامامي، بنتكلم في طاهر محمد طاهر، ايضا حسين الشحات، طبعا اسامه ابو علي الاصابه داخل النهارده كهربا، لكن حسين الشحات واحد برضو من العناصر الاساسيه النهارده. لما بتشوف حسين الشحات راجل مسجل هدفين في بطوله الدوري، واحد بينافس على هداف الدوري من اول ماتشين دي المباراه الثالثه، يعني دايما كولر عنده ثقه كبيره في حسين الشحات، عنده حاسه التهديف بشكل عالي، عنده خبرات كبيره، يقف على كورته، بينقل النادي الاهلي نقله كبيره في الحته الهجوميه. خليني بس ارجع لحته طاهر محمد طاهر مع الكابتن محسن لما اتكلم عليها. طاهر محمد طاهر من اهم اسباب انه باين بمنظر كويس قوي الثقه اللي اداها له كولر. ثقه المدرب. طبعا يعني انت لما بتبعدني مش فتره وبعدين تبعدني، مش فتره وبعدين تبعدني، بيحصل ليا تذبذب في المستوى، لكن الثقه وطاهر كان محتاجها، وطاهر كمان ادى اول مباراه كويس فكمل عليها. الحته بقى بتاعت حسين الشحات، حسين الشحات من اللعيبه والاعمده الرئيسيه للفريق. خلي بالك وكل مدرب وبيبقى ليه يا اسامه عنده فكره مجموعه لعيبه، دي المجموعه الفرديه، لانه اي تيم بيبقى فيه سيستم وفيه فردي، احيانا السيستم لما يقف بتشتغل على الفردي، واحيانا الفردي لما يقف بتشتغل على السيستم. حسين الشحات من اللاعبين زي هو وامام عاشور، وفي الوقت الحالي قبليها كان بيرستاو، كانوا دول من اللي هي الفردي اللي هي الحلول اللي ممكن تعدي من واحد او تعدي من اتنين وتقدر تجيب جول، ده الحلول اللي هي الفرديه اللي بنتكلم على حسين الشحات. ولكن في الامر كله انت بتتكلم على الحته الهجوميه بتاعتك، كهربا زي ما قال برضو ثابت اتكلم على حته المفاجاه بتاعت كهربا، هي مش مفاجاه، هي المفترض انه لازم يحصل، لانه ده راس الحربه الثاني في الفرقه، لانه اي مدرب بيرقم لعيبته وبيرقم الراس حربه بتاعه، مثلا اسامه ابو علي بقى رقم واحد في الفرقه، يبقى كهربا اللي بعده، يبقى اسامه ابو علي مش هيلعب ياخد كهربا، زي مثلا السوليه في نص الملعب برضه، السوليه لما يكون متواجد السوليه جوه او لسه متواجد في الفرقه، انت محتاج واحد بخبرات السوليه، محتاج تجيبه، احيانا بتلعب مباريات علشان تكسب الثلاث نقاط، ولكن علشان تعد اللي فيما بعد، تعد اللعيبه فيما بعد. انت بتتكلم على السوليه لعيب كبير طبعا. لازم ترجعه ويرجع كويس قوي، لانه هيخدمك اوقات كتيره قوي في حته انك انت عاوز تحتفظ بالكوره في وسط الملعب، عايز كمان ترجعه للسوليه. السوليه من اكثر اللعيبه كانوا بيسددوا على المرمى وبيشوط وجاب اجوان كتير قوي من بره منطقه الجزاء، وبيكمل ورا نص الملعب. احنا لانك عندك في الفتره اللي موجوده دلوقتي مروان عطيه وكوكا من هم ديفندرات اكتر من انهم يلعبوك كتير، لكن لازم تجيب واحد زي السوليه، لازم تجيب واحد زي قفشه، لازم تجيب واحد زي امام عاشور، هم اللي هيمسكوك الملعب على اي فرقه اخرى.